الرئيس عبد المجيد تبون تفطن لنقطة مهمة طبعا من خلال يعني توجيه رسالة أو مكالمة لولي عهد الكويت وليد ولي عهد الكويت آه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح هو الحاكم الآن الفعلي في الكويت وهو ولي العهد والامير مثل ما هو معروف طبعا نواف الاحمد جابر صباح مريض منذ فتره منذ سنوات وهو حسب المعلومات طبعا في وضع صحي حرج للغايه يعني في ممكن في ايامه او ساعات الاخيره يعني مريض جدا هو مريض منذ سنوات لكن الايام الاخيره وضعه الصحي نوعا ما متدهور جدا اذا الرئيس عبد المجيد تبون هذه طبعا خطوه نثمنها وهي خطوة إيجابية جدا خاصة في الظروف الحالية خاصة في الظروف الحالية المكالمة هذه جات في وقتها و آه... يعني مهمة ومهمة جدا لأننا نجد أن الكويت هي الدولة الخليجية الأكثر اهتمام وتأثر ومساعده ووقوف وتضحية من اجل القضية الفلسطينية للتاريخ دولة الكويت وعائلة الصباح من اكثر العائلات الملكية في العالم العربي الملكية في العالم العربي يعني في الخليج وحتى الاردن والمغرب, والمغرب والعائلات الملكية اكثر دولة ساندت ووقفت ودعمت ومولت وضحت من اجل القضيه الفلسطينيه هي الكويت للتاريخ الكويت وقفت مع الشعب الفلسطيني وكذلك وقفت مع الشعب الجزائري خلال حرب التحرير نعم الكويت دوله الكويت خلال حرب التحرير او عائله الصباح خلال حرب التحرير الجزائريه وقفت مع الشعب الجزائري ومع الثوره الجزائريه وقدمت مساعدات ممكن يتكلموا عليها في وقت من الأوقات لكن بالنسبة للقضية الفلسطينية اللي تذكروا أنا تكلمت قلت أن منظمة التحرير الفلسطينية والشهيد ياسر عرفات كان مقيم في الكويت وكان تحت حماية دولة الكويت ويتلقى مساعدات ليه ولأعضاء منظمة التحرير من الكويت ولما ولا تذكروا قلت لكم في 1988 كان من المفروض مؤتمر اعلان الدوله الفلسطينيه كان من المفروض يكون في الكويت ولكن الكويت كانت تمر بظروف شويه غير طبيعيه مع العراق وكانت في مشاكل اعتذرت وتعهدت للمرحوم الشهيد ياسر عرفات ان الكويت ستتكفل ماديا بالمؤتمر المطلوب من ياسر عرفات البحث عن مكان فقط لعقد المؤتمر والكويتي اللي يتخلص وبالفعل بالفعل شهاده للتاريخ الكويت هي التي مولت وهي التي ساعدت الفلسطينيين على مر العقود الى غايه اليوم وامس وغدا لحد الان لحد الان الكويت تساعد الفلسطينيين بالرغم من انه بصراحة فالكويت شوية يعني مثل ما نقولوا تقرصت وغضبانين ومتنويين من الفلسطينيين خاصة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لأنه في حرب الخليج 1991 للأسف شديد منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات وقفوا مع المرحوم صدام حسين ضد الكويت وهذا كان خطأ قاتل خطأ قاتل أقدم عليه الشهيد ياسر عرفات وندم ندم عليه ندم شديد فيما بعد لأن ياسر عرفات وقف مع صدام حسين كان من المفروض يلتزم الحياد مثل ما فعلت الجزائر مثل ما فعل المرحوم الشاذلي بن جديد الشاذلي بن جديد لم يتدخل ولم يقف لم يصفق لصدام حسين في حربه مع الكويت بالعكس حاول ان يلعب دور وكان ضد احتلال الكويت في 1991 نعم كان ضد بصراحه بينما ياسر عرفات رحمه الله للاسف لعب لعبه ندم عليها وخسر عليها كثير لكن الكويتيين بصراحه سامحوه وفوتوها و لكن الكاس كي يتكسر ما يرجعش كما كان يعني موقف الكويت مع منظمه التحرير بعد 91 ليس مثل ما كان قبل 91 هذه يعني للتاريخ باش فقط يعني ملاحظه لانني اعرف هذا الملف جيدا. قلت ان مكالمه الرئيس عبد المجيد تبون لولي العهد الكويتي الشيخ مشعل احمد جابر الصباح جاءت في وقتها وهي مهمه ومهمه جدا. مهمه ومهمه جدا. الان نتكلم على ملف سبق وحذرت منه مرارا وتكرارا منذ سنوات ومنذ اشهر ومنذ اسابيع ومنذ ايام ومنذ ساعات بالامس فقط كنت نتكلم عليه قلت لكم انه دول الخليج وبالخصوص السعوديه الامارات قطر هذه الدول تسعى بكل ما تملك من مال وجاه واعلام قوي كل ما تملك للسيطره على العالم العربي والرياده يصبحهما في الرياده في يعني كل دوله من دول الخليج هذه ثلاثه امارات قطر السعوديه كل واحدة حابه هي العالم العربي والعالم الاسلامي وفي صراع قوي ما بين هذه الدول ودول أخرى من بينها إيران وتركيا <applause> نفس الشيء بالنسبة لإيران وتركيا حابين يتزعموا العالم الإسلامي أردوغان تركيا يريد أن يكون أمير المؤمنين وزعيم العالم الإسلامي بما فيه العالم العربي ويصبح زعيم الزعماء السلطان سليمان إيران نفس الشيء تريد أن تتزعم العالم الإسلامي والسيطرة على منطقة الخليج وتحكم في العالم الإسلامي وتصبح هي الناطق الرسمي باسم العالم الإسلامي والعربي لأن يعني العالم العربي جزء من العالم الإسلامي إيران لأنها فارسية وليست عربية وتركيا لأنها عثمانية وليست عربية هاتين الدولتين تريدان يعني الريادة في العالم الإسلامي لأنهم يعرفون أن العالم العربي تحصير حاصل كي يتحكموا في العالم الإسلامي الدول العربية تدخل الزريبة تصبح في جزء من الزريبة لأن الدول العربية كلها تقريبا ما عدا لبنان دول إسلامية ما عدا لبنان اللي طبعا فيها مسيحيين بدرجة كبيرة رئيس الجمهورية مسيحي طبعا بحكم تقسيم الطائفي اذا كل الدول العربيه راح تدخل في هذا النفق اللي هو الرياده تاع العالم الاسلامي وهذا الامر نوعا ما صعب بالمقابل في العالم العربي مثل ما قلت الامارات وقطر والسعوديه كل دوله تريد الرياده تريد الزعامه تريد كل واحد حاب يقول جمال عبد الناصر لانه في الخمسينات والستينات زعيم القوميه العربيه وزعيم العالم العربي كان جمال عبد الناصر الان كل واحد يحب يكون جمال عبد الناصر اذا من حقه يعني هذا الطموح وهذا الرغبه ماشي حاجه خايبه ولا حاجه ساخطه ولا حاجه مش مليحه لا من حقه يعني من حق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ان يصبح زعيم العالم العربي والاسلامي هذا حلم اي زعيم عربي ان يصبح هو رب المقلب الشيخ محمد بن زايد نفس الشيء طموح مشروع ربي اعطاه حب يولي زعيم ويتحكم في العالم العربي ويلعب به كما يحب كي الخاتم من حقه إذا قدر مبروك عليه كون سبع كون سبع وكوني امير قطر نفس الشيء اذا استطاع ان يتحكم في العالم العربي مبروك عليه ونفس الشيء بالنسبه لعبد المجيد تبون اذا استطاع ان يتحكم في العالم العربي مبروك عليه هل نرفض ان تكون الجزائر زعيمه العالم العربي وهي التي تسير الشان العربي طبعا كما يقول لك الناس لا نكره هذا الشيء نتمنى اي واحد جزائري يتمنى ان تكون الجزائر هي الرائده في العالم العربي وهي الاقوى وهي اللي قادرها كامل الدول العربيه اي دوله عربيه تحب تدير حاجه حبوا يغرسوا بحيرة تاع طوماطيش أو يغرسوا شجرة تاع قارص يشاوروا الجزائر قالوا واش راكم السي تبون سي الجزائر حابين نغرسوا والله حابين نحيو شوية نعناع معليش نحيو شوية نعناع أي واحد جزائري أي واحد في العالم يتمنى يكون هو هو الزعيم إذا هذا الأمر طبيعي غريزة عند الإنسان غريزة عند الزعماء غريزة عند القادة العرب وشي مشروع اذا ما نزعفوش انا نزعف من واحد اللي يمد رقبته فوق الطابله ويقول لهم هاكم زجروني او يروح ليهم يفتح السبته تاع السروال ويقول لهم هاكم نحوا لي شرحوا لي البنطلون هنا اللي مش مليحه اما واحد حاب يشلح لك البنطلون حاجه مليحه فرق ما بين واحد حاب يشلح لك البنطلون وفرق ما بين انت تروح ليه تقول له انا بوحي هاو ما مشكلة مشكل اذا هنا هو اللي لازم نناقشوا الموضوع الامارات في السنوات الاخيره اربع خمس سنوات استطاعت ان تفرض نفسها نعم هذه حقيقه الامارات استطاعت ان تفرض نفسها بطرق خبيثه نعم وهذا الكلام اللي كنت نحذر منه انا عندما كنت اقول وأعي ماذا أقول وأملك معطيات وتحليل وقراءه لما أقول عندما كنت أقول أن الامارات تستعين بمستشارين وخبراء صغينا كنت على بالي واش نقول لاني كنت عايش في الخليج كنت نتقابل مع مسؤولين سياسيين وأمنيين والآن في بريطانيا نتقابل مع سياسيين وأمنيين اماراتيين وخليجيين وعمانيين وقطريين تقابل معهم ونتناقش ونقصر معهم وكذا اذا اعرف جيدا الاستراتيجيه الامارات تريد السيطره على العالم العربي والعالم الاسلامي واذا قدرت العالم ككل بما فيه في افريقيا الدير وقدروا في كثير من الدول قدروا في كثير من الدول ما يسمى بدول الربيع العربي تجد أن كل حجرة ترفدها تلقى بصمة إماراتية بصمة إماراتية كان هنا كان هنا الشيخ محمد بن زايد مرة من هنا تلقى تلقى يعني كما قال عثمان عريوات في كل حجرة في كل شجرة في كل في الجزائر تركوا بصمة لمدة خمس سنوات لمدة خمس سنوات الإمارات كانت تسير الشأن الجزائري وتتحكم في دوالب السلطة الجزائرية في رئاسة الجمهورية في قيادة الأركان في أجهزة المخابرات وفي أجهزة الأمن كلها بدون استثناء وفي في جهاز الدرك الوطني كذلك وحتى في وزارة الصيد البحري ووزارة الفلاحة. نعم. الإمارات خلال خمس سنوات من 2014 إلى 2019 كانت تتحكم في كل دواليب السلطة الجزائرية من رئاسة الجمهورية إلى وزارة التضامن، كل شيء تحت سيطرة الإمارات. وكاين بعض المواضيع وبعض الملفات وبعض القضايا يسيرها شيخ شيباني من غرفة سويت وردة في شرطه لأن يعني الإمارات لم تكن بحاجة إلى مستشارين أمنيين وخبراء ووزراء ورجال شيوخ، لم تكن بحاجة. كانت بحاجة فقط إلى باكي بورو باكي بورو أنفلوب تاع دولارات وتصلهم المعلومات إلى أبو ظبي. يكلموا الشيخ يقول له آه شيخ، أعرض أعرض هذاك الجنرال يقول له يجي عندك يتعشى عندك في سويت وردة واطرح له هذه الاسئله والسؤال الاول الثاني الثالث اطرح له الاسئله هذه وخليه يجاوبك. الشيخ شيباني كان يلفت التليفون يعيط. الو حضره الجنرال واش راك لاباس تجي تعشى معايا اروح هاي اليوم عندي سهره وكاين الرقصات والقنايات وكذا الشعراء عندنا زوج الشعراء اللي يشعروا عندنا جماعة اللي يديروا لنا القيطاره يسنترونا والدنيا راهي هانيه وكاين شويه زنجبيل بالعسل وكذا اروح حضره الجنرال ويجي الجنرال يضربو القفلة تاع التسجيل القفلة تاع التسجيل كي تضرب هنا في ابو ظبي يسمعوا راهم يسمعوا التكنولوجيا هذه منين جات التكنولوجيا اللي عطاها لهم عبد القادر الاشخم عبد القادر الاشخم مسقم لهم غرفة سويت وردة فخخة كاميرات مراقبة تصنت كذا خبراء اللي جاوا ركبوا غرفة سويت وردة وركبوا الأجهزة هذو جاوا من تل أبيب تل بالإمارات، الامارات الامارات داو باسبورات اماراتيه وجاو دايرين العقال وجاو حياك الله يا طويل العمر حياك الله يا طويل العمر يركب لك كاميرات كذا يروح ويروح العشيه يجي حضره الجنرال يدخل السويت ورده يجي معالي الوزير يجي السيد المدير العام تجي السيدة مدام دليلة تجي فلان يجي فلان عند الشيخ شيباني كل شيء تخدم ثم كل شيء راهو بالصوت والصوره في ابو ظبي قضاو ما كان له يبعثوا هذه حقيقه للاسف شديد حقيقه كل شيء ملغم ربي سبحانه درك ما يجيش واحد يقول لكم اه بفضل الرجال وبفضل القضاء والمخابرات آه هكا والو ربي سبحانه هو اللي انقذ ما يمكن انقاذه ربي سبحانه هو الذي انقذ ما يمكن انقاذه وانتخابات 12 12 اللي صرات وكنا ضدها الان نقول ونعاود باش ما يقولوش بالزيره وبد الراي نعم عندما كنا ضد انتخابات 12 12 ليس لاننا لا نريد رئيس جمهوريه ولا نريد تبون او لا نريد بنفليس او لا نريد ميهوبي او لا, ن... لا لاننا كنا نعرف جيدا أنه ما بني على باطل فهو باطل. كنا نعرف جيدا أن الرئيس الذي سيأتي في 12/12/2019 لن يستطيع أن يفعل شيء. ما يقدر يدير والو. والدليل ها هو ما يقدر يدير والو. ما يقدر يدير والو. كنا عارفين باللي أي رئيس يجي عمر بن الخطاب أستغفر الله يا رب يجي أبو بكر الصديق رئيس للجزائر ما يقدر يدير والو. لماذا؟ لأنه ما عندوش مؤسسات ما عندوش رجال دولة ما عندوش ثقة ما عندوش يعني كما يقول الناس ما عندوش تغيرت طعم القهوة وطعم السكر وطعم المقروط والزلابية تغير لأنه طوال خمس سنوات كان فيها تحتين تحطيم 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 لا نستطيع أن نبني دولة على انقاذ مخربه لمده خمس سنوات لان منهجيه التحطيم منهجيه التحطيم والتكسير التي استعملتها الحركه الصهيونيه من 2014 الى 2019 كانت منهجيه دقيقه جزات جزات المجزا وحطمت المحطم وقزمت المقزم واصبح ماسو في اهم جهاز مخابرات مونيفري في اهم جهاز مش عارف الصناعه كوردوني في اهم جهاز للتجاره مش عارف انا مش عارف انا ممرن في اهم جهاز للتعليم يعني تخريب وتحطيم وخيانه الممنهجه مست كل القطاعات لانه اهم نقطه في تحطيم الدول وتحطيم المؤسسات اقراوا كتب التاريخ اقراوا كتب التاريخ اهم منهجيه هي انك تضع الرجل اللي هو رجل غير مناسب في المكان المناسب هذا هو اهم بند في التحطيم الممنهج لكيان الدوله تحطيم كيان الدوله يبدا من هنا انك تضع كوردوني وزير السياحه وتضع ماسو وزير الامن او مدير الامن وتضع بولونجي وزير الصناعات الخفيفه هذا هو اهم بند في تحطيم اي كيان دوله اي مؤسسه اي مجتمع هذا هو وهذا ما حدث في 2017 18 19 لان المخطط كان من 2014 المخطط بدا في 2014 بعد عمليه تيجان تورين تحطيم السكورات تحطيم الديراس تقزيم كذا تخوين المجاهدين والابطال والزعماء تخوينهم وداخل الشك والريبة وكذا وكذا ثم تحطيم بالعقل وبعد كتجيب واحد خائن وكان في الارشيف تجيبو تحطو مدير مخابرات تجيب واحد كان ماسون لاتي بالبالا والبيوش والبرويطة تحطو مدير الامن الداخلي تجيب واحد مسكين كان ما عندوش علاقه كان في القوات مش عارف وين تحطو مدير المخابرات الخارجيه تجيبك نادي و تفرقت